التواصل يستمر. شاهدنا مع حضراتكم سهم محمد بن خاتم بن محمد الشامس ومن قدم سهم بتقدم رائع وجميل، مع ايضا شوطنا الثاني الكار ايضا الحجايق 4:37. تهانينا والناموس نبعثها لايضا ابو يابر على فوز سهم وحصولها على المركز الاول. محمد بن خاتم بن محمد الشامسي فلها التحيه وسلام زاخر، سلام ينطلق شوط اخر وتحدي اخر في هذا الصباح وبهذه الاثاره. ناخذ مقدمه الشوط المركز الاول في هذه اللحظات وبهذا التقدم والحضور. بلقى مع المركز الاول اللي هي ايضا حفله احمد بن محمد بن قلثم الخيالي، هو من يقدم ايضا حفله مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الثاني تتقدم ايضا الحفله الكريم، تنطلق اللي هي ذيبه سالم بن عزيز بن راشد الكعبي، يقدم ايضا الديبه على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث سيف بن سهيل بن قلثم الخيالي، يقدم ايضا مشاهد الكرامه اللي هي محبه او محمد بن سيف بن سهيل بن قلثم الخيالي. المركز الرابع تتقدم اللي هي جميله وناصر بن حمد بن سهيل الخيالي، يقدم جميله على مستوى المركز الرابع. تغير ايضا تسلل من الطرف الاخر في هذه اللحظات وبهذه التحديات. تتقدم اللي هي مشاهدنا العزاء شواهين محمد بن خاتم بن محمد الشامسي، يقدم شواهين على مستوى المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الخامس شوف الوصول والتقدم مع ذيب سالم بن عزيز بن راشد الكعبي، ولكن ايضا غيرت هني وصول اخر من خلال تواجد انضمام اللي هي مشاهد الاعزاء شوده احمد بن عبيد بن نوره العامري، احتلت المركز الرابع غيرت في هذه اللحظات. والمركز الخامس بلقى مشاهد الاعزاء اللي هي تتقدم عجايب وسعيد بن ناصر بن سعيد بن عبده الشامسي. هذه هي نتائجنا وهذه هي لقطتنا من بعد المراكز الخمسه الاوائل، حيث ان المراكز العشره لهن جوائز في جميع الاشواط في هذا الصباح. هذه هي اللقطه التي ترافقكم ايضا في هذا الصباح وبهذا التحدي المستمر. ولكن وصلنا وين مع اللافته التي تشير من عمر هذه المسافه ايضا الكيلو والمتر الاخير في هذا الصباح. ولكن محبه على مقدمه الشوطه، محبه مع المركز الاول تتقدم في هذه اللحظات. محمد بن سيف بن سهيل بن قلثم الخيلي هو من يقدم محبه مع المركز الاول في هذه الاثاره وبهذا الابداع. المركز الثاني ايضا حضور مع بن خاتم من قدم سهم، يقدم في هذه اللحظات اللي هي شواهين محمد بن خاتم بن محمد الشامسي على مستوى المركز الاول، غيرت في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. المركز الثاني ايضا مع بن قلثم اللي هي محبه. المركز الثالث ناصر بن حمد بن سهيل الخيلي، يقدم في هذه اللحظات اللي هي جميله، احتلت المركز ايضا الثالث ورابع المراكز. بلقى بن نوره في هذه اللحظات والتقدم. الله 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 الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وش هذه الهجمات من خلال تواجد اللي هي عجايب سعيد بن ناصر بن سعيد بن عبده الشامتي، هو من يقدم عجايب في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع والتحدي والاثاره. ما شاء الله، هذه هي عجايب في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع ايضا والتحدي والاثاره. تهانينا والناموس بنبعثها من هذه اللحظات لبالعبده من قدم عجايب في هذه اللحظات، سعيد بن ناصر بن سعيد بالعبده الشامتي. تهانينا والناموس ولك التحيه على فوز عجايب بالمركز الاول. لحظات الوصول الحضور نحو خط النهايه. المركز الثاني هذه هي الدرور ما يبناها الطالي بدون عند بن عمير. المركز الثالث عند بن خاتم. المركز الرابع المركز الرابع ايضا تقدم من خلال تواجد ايضا اسرابه وراشد بن سلطان بن حمد العلياني. خامسها
كان وصول وتقدم من خلال تواجد انضمام مشكورة وسهيل بن سالم بن علي بن عبده الشامسي. هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام للمراكز الخمسة الأوائل، ساعة وصولها عبورها نحو خط النهاية 4:39. تهانينا وناموس لمالك عقايب سعيد بن ناصر بن سعيد بن عبده الشامسي، فله التحية والسلام. أيضا لأهالي العين بالذات بنقول زاخر لهم التحية على فوز عقايب.